بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ بسم الله هذا الدرس، درس جديد. في المرة الماضية رأينا ليزارتيكل، يعني أدوات التعريف معرفة والنكرة، وتكلمنا دونك على كيف تضاف إلى الاسم ويصبح بذلك جنس الاسم، وكذلك عدده معروف، يعني أنني أستطيع أن أعرف الكلمة هل هي مؤنثة أو مذكر، أو أن الكلمة جمع أو مفرد. إذن للحاضرين تمرين يقومون به. فأول شيء قبل ما نبدأ الدرس الجديد سنقوم بتصحيح التمرين، وأطلب من الحاضرين فتح الصفحة الخاصة بالتمرين على الإنترنت مباشرة. ستأتي الآن. إسماعيل يقول أستاذة ما فهمش وخا ديري واحد تذكير. أوكي إسماعيل، سأقوم بتذكير من خلال فتح، يعني من خلال عمل التمرين سأقوم بتذكير. نرجو رفع رابط التمرين لكي نفتح الصفحة، لينك التمرين أو رابط التمرين من فضلكم. الدعم الفني نرجو أنكم تحطون رابط التمرين لكي نقوم بتصحيحه، وخلال التصحيح سأقوم بتذكير القاعدة وتذكير الدروس من فضلكم. أنتظر. لا، هو أنا لا أريد هذا المرجو، هذا الرابط ينقل على صفحة الشات لكي يتم فتحه. تمرين ليزارتيكل ونفس الآن اللي وضع عليه السهم. طيب، إذا كان غير ولا نعم، هو هذا. سأفتح الصفحة مباشرة ليزارتيكل ونتم بذلك تصحيح التمرين. إذن exercice d'application complété avec le, la ou el apostrophe، يعني يجب أن تكمل الكلمة. complété هي تتميم أو إكمال الكلمة بالارتيكل، يعني بالأداة تعريف، إما le وإما لا أو ال أبوستروف. الكلمة الأولى هي في، الكلمة الأولى هي في، هذا وضعتم بالنسبة لفي، أريد أن تضعوا الآن تجيب نعم. وليد لا في، نعم لا في. أتنسيون ريد، المطلوب أنك تتمم بل لا أو ال أبوستروف وليس اون أو دي. إذا اللي وضع لا صحيح. إذا لا نستعملها، سيت ان ارتيكل ديفيني، يعني كلمة تعريف للتعريف، وهي مؤنثة لتعريف المؤنث لا في. كلمة ليفغ، لا في هي البنت، ليفغ ماذا سأضع له؟ لو، نعم لو ليفغ، لو ليفغ يعني الكتاب. ممكن نخليها مذكر أو مؤنثة؟ لا، بالنسبة لا في هي لا في، لا يمكن أن تصبح مذكر. وبالنسبة لو ليفغ هو لو ليفغ، يعني لا يمكن أن يكون مؤنث. لو ليفغ يعني هذا اسم مذكر الكتاب. غارسون، بالنسبة لغارسون نقول
لو غارسون لو غارسون. اللي بيوضعوا ان، انا قلنا في هذا التمرين يجب ان نكمل الكلمه بليزارتيكل لو لا او ال ابوستروف، يعني لا نستعمل ان او ان او دي. المرجو احترام لا كونسيني. راد أن تتبع أن غارسون، لا أعتبر جوابك خطأ لأن المطلوب إتمام بلو أو لا أو ال أبوستروف. إذا يجب احترام السؤال، والسؤال يقول أو المطلوب منك تتمم الكلمة بالحروف تعريف لو لا ال أبوستروف، إذا وليس بحروف النكرة. إذن يجب احترام المطلوب منك. إذن لو غارسون انفان، ماذا سنضع لي انفان؟ ال ابوستروف ال ابوستروف. نعم نضع ال ابوستروف، لماذا؟ لان كلمه انفان تبدا ب اون فويل، تبدا بحركه، فلا يمكن ان اضع لو لان لو تنتهي بحركه و انفون تبتدي بحركه، فيبقى هناك التقاء حرفين يعني حركتين. ففي القاعده نحذف الحركه الاولى ونعوضها بابوستروف. ابوستروف يعني تلك العلامه الصغيره الموضوعه على قرب اللام قرب ال. اذا لانفون ال ابوستروف. كاسيت كاسيت لا كاسيت، نعم سي فيمينا لا كاسيت. لا كاسيت هي الاسطوانه للتسجيل عليها. اذا نضعها لا كاسيت فيمينا مؤنث. ابارتمون بالنسبه لكلمه ابارتمون، نعم ال ابوستروف لان كلمه ابارتمون تبدا ب ا يعني حركه. إذا نمر الآن إلى ميزيك. ميزيك نعم نقول لا ميزيك لا ميزيك، وهي مؤنث الموسيقى. لابارتمون هي الشقة. نستمر أو أو لو، نعم لو يعني الماء. لو الماء الابوستروف لأن أو تبدأ بحرف متحرك. أم أم نعم كذلك بالنسبة لأم نقول لوم الأبوستروف. لا أتونسيون فرح ورد الأبوستروف لأن أم الأش فيها ميت يعني الأش فيها غير منطوقة، إذا لا أضع لو بل أضع الأبوستروف للكلمة وتعني الرجل تعني الرجل. إذا أمي أمي لامي الابوستروف يعني الصديق الصديق يعني الصديق. كلمة أخرى اتيديون اتيديون كذلك الابوستروف لاتيديون يعني الطالب الطالب لاتيديون الابوستروف. إذا كل مرة يكون عندكم كلمة تبدأ بحركة فأداة التعريف التي أستعمل هي الابوستروف. أنصرف في الزمن على الكيبورد، لا جو سي با يا مهند لا أفهم لم أفهم السؤال. ألوغ ريستوران ريستوران نقول لو ريستوران، نعم لو ريستوران يعني المطعم أمولا المطعم، كلمة معرفة بالألف واللام وليس مطعم، لأن إذا قلنا مطعم فهي نكرة، والأدوات التي نستعملها الآن هي أدوات التعريف. فوالا لو ريستوران يعني المطعم. كلمة الموالية ميزون ميزون لا ميزون، نعم نقول لا ميزون يعني المنزل المنزل، وهو مؤنث في اللغة الفرنسية. اوبيتال اوبيتال نعم الابوستروف لان اش اميت تبدا بحرف الاش اللي هو غير منطوق،
فاستعمل الابوستروف ولوبيتال هو المستشفى. ارتيكل ارتيكل لارتيكل الابوستروف والمقصود بالارتيكل هو هنا مقصود به الأداة، لكن في الجرائد مثلا الارتيكل هو المقال، المقال في الجريدة المقال. هذا بالنسبة للتمرين الأول. التمرين التالي ثاني كذلك يطلب منكم كذلك كومبليتي افيك لو لا الابوستروف او لي. نستعمل اما لو واما لا واما الابوستروف او لي. alors vous regardez télé télé نقول لا télé يا غاد. لا télé لا télé هي التلفاز. لا télé مؤنثة. لا تلفزيون نقول لا تلفزيون لا تيلي. وغوغاردي لا تيلي نعم مقصود بها هل ترى التلفاز. هل ترى التلفاز. فو كومبروني روس روس لا نقول اللغة. اللغة دائما مذكر يعني هل تفهم الروسية يعني اللغة الروسية. لا أقول لا روس مي لو روس كما أقول لو فرونسي لو لونجلي لو لسبانيول لإيطاليان. دونك دائما الكلمة التي تدل على اللغة فهي دائما مذكرة. لو روس فو كومبروني لو روس معناها هل تفهم الروسية يعني اللغة الروسية. Vous connaissez États-Unis, États-Unis, نعم les États-Unis, les États-Unis, نعم لأن الكلمة جمع les États-Unis يعني هل تعرف الولايات المتحدة. les États-Unis الولايات المتحدة. بالنسبة للجملة الموالية vous aimez cancer. Alors, cancer, عندها S à la fin, يعني les cancers. الكلمة جمع. Les cancers. هل تحب les cancers هي حفلات الموسيقية. Les cancers هي الحفلات الموسيقية. Vous aimez opéra. Opéra, يعني هل تحب l'opéra, الأوبرا. الابوستروف طبعا لان كلمه اوبرا تبدا بالاو. vous étudiez histoire antique نعم l'histoire l'histoire antique يعني الابوستروف histoire وhistoire تعني التاريخ التاريخ القديم antique تعني القديم. vous étudiez l'histoire antique يعني هل تدرس التاريخ القديم. و histoire هنا تبدأ ب h ولكن h يعني غير منطوق. فوزية استعمل الابوستروف وليس le. وكذلك كلمة histoire histoire كلمة مؤنثة وليس مذكر. حتى لو أنك أردت تستعمل المؤنث فلا يمكن أن تستعمل لو يفوزية. vous écoutez professeur vous écoutez le professeur le professeur. وعلى فكرة كلمة professeur كلمة دائما مذكر. دائما كلمة professeur يعني الأستاذ هي كلمة مذكرة وليست مؤنث. البروفيسور هو الأستاذ وليس المعلم. ليس المعلم. المعلم هو الانستيتوتور. إذا أقول vous écoutez le professeur يعني هل تسمع الأستاذ. vous aimez dessert dessert avec s à la fin les desserts les desserts. le dessert هو ما يؤكل بعد الأكل يعني من فاكهة أو حلويات. هذا هو الدسير الحلو ما نسميه الحلو. الجملة هي vous aimez les desserts هل تحب الحلو. vous lisez journal نقول le journal نعم. vous lisez le journal هل تقرأ الجريدة.
هل تقرأ إذا vous connaissez amis de Pierre بمعنى vous connaissez les amis de Pierre vous connaissez les amis de Pierre يعني أصدقاء Pierre أصدقاء Pierre وهنا الكلمة جمع les amis de Pierre الآن في التمرين الذي يأتي من بعد nous avons donc complété avec un ou une يعني أنك ستستعمل يا إما un يا إما une يعني أدوات نكرة وليست تعريف إذن femme نقول الحمد لله نقول بالنسبة لفام جواب أنتظر جوابكم une femme نعم une femme امرأة يرحمنا ويرحمكم الله يا دينا امرأة بالنسبة للكلمة الثانية نيميرو نيميرو نقول ان نيميرو ان نيميرو نعم رقم الرقم رقم ليس معرف رقم كلمة الموالية ستيلو ستيلو نعم ان ستيلو ان ستيلو يعني قلم ان ستيلو والمفروض انكم تحفظوا هذه الكلمات وتحفظوا اجناسها يعني تتعلموا ان كلمة ستيلو مثلا مذكر وكلمة جورنال كذلك مذكر فام مؤنث وهكذا اذا ان ستيلو الكلمة الموالية بروفيسور نقول ان بروفيسور قلنا كلمة بروفيسور دائما مذكر ان بروفيسور الاستاذ استاذ رو رو اون رو وليس ان رو اون رو اون رو بمعنى الحي او الزقاق اون رو الشارع او الحي او الزقاق اون رو كريون نقول ان كريون ان كريون يعني قلم الرصاص قلم الرصاص ان كريون اكزرسيس بالنسبه للاكزرسيس نقول ان اكزرسيس وليس اون ان اكزرسيس بمعنى تمرين تمرين ان اكزرسيس تمرين اومليت اومليت نعم نقول اون اومليت اون اومليت والاومليت هذه معقوده بالبيض يعني بيض يعني مخطوب مع بعض او مع البطاطس نسميها اون اومليت غام كلمة غام اون غام اون غام يعني ممحات ممحات التي نمحو بها قلم القلم او قلم الرصاص اون غام نو ان نو ان نو يعني اسم اسم ان نو اسم étudiant نقول un étudiant un étudiant يعني طالب طالب cahier un cahier un cahier دفتر لا نقول يا فوزية un cahier دفتر دفتر مذكر او كراس نعم vélo vélo نعم un vélo بمعنى دراجة مو مو ان مو بمعنى كلمة بمعنى كلمة ان مو الكلمة الأخرى اكزامبل اكزامبل ان اكزامبل ان اكزامبل وهو المثال المثال ان اكزامبل نمر الآن إلى التمرير الرابع كومبليتي افيك ان une ou des يعني تكمل الجملة أو الكلمة باستعمال un ولا استعمال une أو استعمال des vous buvez alors vous buvez un café vous buvez un café نعم يا قهوة تشرب قهوة elle invite ami ami عندها s في الآخر يعني des amis
Elle invite des amis. أنها تستدعي أصدقاء أو تستدعي أصدقاء. الجملة الموالية Elle s'appelle Sylvie, c'est française. C'est une française. نعم, elle s'appelle Sylvie, c'est une française. اسمها سيلفي وهي فرنسية. اسمها سيلفي, elle s'appelle Sylvie, c'est une française. إنها Vous regardez photo avec S à la fin. Des photos. نعم, vous regardez des photos. ترى صور. ترى صور. نعم, le موالية il écoute cassette. Une cassette. نعم, il écoute une cassette. يستمع إلى cassette, يعني اسوانة. Ils ont enfants. Avec S à la fin. Ils ont des enfants. عندهم أطفال. عندهم أطفال. Ils ont des enfants. Vous avez voiture. Vous avez voiture. Une voiture. عندك سيارة. عندك سيارة. أو عندكم سيارة. Vous avez une voiture. الجملة الأخرى Vous faites exercice بدون S. نعم, Vous faites un exercice. أنتم تعملون تمرين. Un exercice. و c'est film américain. Film américain. C'est un film américain. هذا فيلم أمريكي. هذا فيلم أمريكي. Il écrit Histoire fantastique. Il écrit une histoire fantastique. نعم, يكتب une histoire. وقبل قليل قلت لكم أن كلمة histoire كلمة مؤنثة. تاريخ وإن كانت في العربية مذكر فالفرنسية histoire مؤنثة. أقول il écrit une histoire fantastique. يعني يكتب قصة فانتيك يعني خيالية أقول يعني غريبة تدخل فيها الغرابة. نمر إلى التمرين الخامس. التمرين الخامس متي أو سانجوليي كوم دون ليكزامبل. إكزامبل لي كلاس لا كلاس دي ليفغ أن ليفغ. يعني هما يعطوك الكلمة في الجمع أنت تعملها في المفرد. لي زيليف أتونسيون محمد أمين إليف في تزيل لها إس في الأخير لازم تزيل الإس. أقول لي زيليف ليليف وليس أن إليف. ليليف لأن الكلمة معرفة. الكلمة معرفة. ليليف وليس أن إليف يا وليد لأن عندك les élèves. Les élèves معرفة. التلاميذ. L'élève التلميذ. الكلمة الموالية des personnes. Des personnes. Non. أقول une personne. Une personne. وهي دائما كلمة مؤنثة. Une personne يعني شخص واحد. شخص. Des personnes أشخاص. Une personne, شخص. وهي مؤنث في اللغة الفرنسية. Une personne. Les questions. Les questions. La كلمة question هي مؤنث. La question. La question. السؤال. إلى la question. السؤال. بالنسبة اللي بيكتبوا هذا خطنا الكلمة ليست نكرة. الكلمة معرفة. Les avenues. Les avenues. Les avenues. L'avenue.
نعم لافوني، لافوني وهي مؤنثة، وإن كان عندي آلة بوستخوف. لافوني تعني الشارع، لي زافوني يعني الشوارع والشارع الكبير. بعدها لي زيكزامان، لي زيكزامان المقصود بها الامتحانات، ليكزامان الامتحان، وليكزامان هو كلمة مذكرة، الامتحان لي زيكزامان الامتحانات. دي زيكول اون ايكول، نعم اون ايكول، عندي كلمة نكرة اون ايكول، المدرسة، لا ليست المدرسة، هي نكرة، مدرسة، دي زيكول مدارس، مدرسة، مدرسة بدون تعريف. دي زادغاس يعني عناوين. اون ادغاس وهي مؤنثة يا إسراء، مؤنثة، اون ادغاس وليد كذلك مؤنثة، عنوان، اون ادغاس عنوان. بالنسبة للكلمة الموالية لي زوتيل، لي زوتيل هو الفندق، لي زوتيل الفنادق، الفندق الفنادق. ديز اكتريس يعني الممثلات، اون اكتريس ممثلة، اون اكتريس ممثلة. الكلمة الأخيرة ديز إيطاليان، لا نستعمل لو يا غاد، نستعمل أ لأن الكلمة أن إيطاليا يعني إيطالي وإيطاليين. ولا هذا بالنسبة للتمرين الخامس. التمرين السادس كومبليتي افيك لارتيكل ديفيني او انديفيني كي كونفيا فو، يعني تستعمل يا اما لارتيكل ديفيني ولا لارتيكل انديفيني الذي يصلح في الجملة. السؤال مثلا فو كونيسي لا فرانس، هل تعرف فرنسا؟ هذا المثال. vous aimez cinéma؟ non cinéma اقول le cinéma، le cinéma وليس السينما مؤنث، ليست مؤنث يا محمد امين، وليست نكره يا ريد. vous aimez le cinéma، هل تحب السينما؟ vous aimez le cinéma، هل تحب السينما؟ vous avez appartement، un appartement، un appartement، نعم vous avez un appartement، هل عندك شقة؟ هل عندك شقة؟ يعني هنا ليست معرفة، هل عندك شقة؟ vous connaissez enfants de Michel؟ non les enfants de Michel، هنا معرفين، لماذا؟ لأنهم معروفين من هم، هم أولاد ميشيل، هم أولاد ميشيل، إذا هل تعرف أولاد ميشيل؟ إذا هم معرفون، les enfants de Michel، معروفين من هم، هم أولاد ميشيل. je voudrais morceau de pain، un morceau de pain، نعم، أريد قطعة من الخبز، من الخبز. خبز. إذا قلت لو مورسو دو با أكون أعرف أي قطعة من الخبز التي أريد. باغ إكزومبل جو فودغي لو مورسو دو بان كي سور لا تابل، يعني أريد قطعة الخبز الموجودة على الطاولة. هنا أكون أعرف أي قطعة أقصد، ولكن مادام أني ليس هناك يعني قطعة أقول ان مورسو دو بان، يعني قطعة الخبز او قطعة من الخبز. vous lisez journaux، les journaux، vous lisez les journaux، هل تقرا الجرائد؟ هل تقرا الجرائد؟ الى امي ايطاليان، امي ب او على فا، اون امي ايطاليان، نعم عنده صديقة ايطالية.
إلى أونامي إيطاليان وليست معرفة لأنها صديقة إيطالية ليست معرفة صديقة من الصديقات الإيطاليين. دونيمو روز سي فو بلي. Alors voilà, donnez-moi des roses s'il vous plaît. Donnez-moi des roses. أعطيني ورود من فضلك. أعطيني ورود من فضلك. و ils ont maison moderne. Maison moderne. عندهم une maison moderne. Une maison. قلنا maison يا مهند مؤنث. Ils ont une maison. عندهم منزل مودرن يعني عصري. Nous aimons campagne. Nous aimons. Alors la, هنا nous aimons la campagne. نحب البادية. نحب البادية يعني نحب البادية بالطبع كل البادية. نحب البادية. Nous aimons la campagne. Tu connais Concorde. Hôtel Concorde. Et l'apostrophe يا ليلى. Et l'apostrophe لأن hôtel قلنا تبدأ بكلمة بH نيه يعني H غير منطوقة. فأقول l'hôtel. أقول l'hôtel. Alors tu connais l'hôtel Concorde. وهنا معرفة لأن الفندق هنا معروف. أي فندق هو الفندق Concorde. إذن هذه هي التمارين. هناك كذلك صفحة ثانية وصفحة ثالثة. المرجو أنكم تفعلوها. نمر الآن إلى درسنا الجديد لكي لا نتأخر كثيرا في التمارين. دونك حاولوا تعملوا التمارين الأخرى لوحدكم وتشوفوا التصحيح فيما بعد. تبحثوا عليه في المعجم لكي تتعودوا على استعمال المعجم واستعمال يعني تعملوا لأنفسكم لوحدكم تتعلموا لوحدكم وهذا سيساعدكم كذلك في التعلم. الآن نمر إلى الدرس الموالي وهو درسنا اليوم الذي هو le féminin des noms. le féminin des noms يعني مؤنث الأسماء. مؤنث الأسماء. ستقول لي ما عندي هنا دي. دي تساوي دو لي نو. دو لي نو. قد رأينا هذا الدي في الدرس الماضي أنها ستان أختيكل كونتراكتي يعني مدغوم ب دو بلس لي. دو زائد أعطيني دي. لو فيمينان دي نو يعني مؤنث اسماء وهنا تعني الملكيه. اذا pour former le féminin d'un nom on ajoute un e au masculin. يعني لكي نكون pour لكي pour former نكون le féminin المؤنث دو اسم لكي نكون مؤنث الاسم او المؤنث لاسم اون نجوت نضيف اجوتي هي اضافة نضيف ان او يعني حرف الاو او ماسكولا يعني الكلمة الاسم الذي هو في الاصل مذكر اضيف له او فيصبح مؤنث. اكزامبل مثال ان سافون. ان سافون يعني عالم هو العالم. ان سافون عالم. لما اريد ان احول هذه الكلمه من المذكر الى المؤنث اضيف او للكلمه. لاحظ سافون هنا تي وهنا اذن savante t أضيف لها e فتصبح مؤنثة. إذن un savant une savante. un français une française. فرنسية فرنسي
فرنسية. un savant عالم. une savante عالمة. un français فرنسي. une française فرنسية. un élu مختار أو منتخب، يعني مختار الذي اختاره الناس في الانتخابات مثلا. إن إلو، ولاحظوا أني أضفت الأو هنا بعد الأو. أن إلو مختار أو منتخب. إن إلو مختارة أو منتخبة. هذه القاعدة الأولى، القاعدة الأولى لتصل على كلمة مؤنثة يجب أن أضيف للكلمة المر أ فتصبح كلمة مؤنثة. بالنسبة لإلو لم يتغير النطق، لكن بالنسبة لفرانسيز وسافونت تغير. سافون في نهايتها تي، فلا أنطق تي في المذكر، ولكن مؤنث عندما أضيف الأو أقول سافونت. أنطق التي سافونت. وبالنسبة لي عندي اس في الآخر لا أنطقها في المذكر، لكن في المؤنث أضيف الأو فأقول فرانسيز. فرانسيز نطق الاس في النهاية. لكن بالنسبة لإلي إلي يبقى النطق هو. كيف أعرف المذكر من المؤنث؟ فقط بالارتيكل ا الو ان الو اون الو. لماذا لا يظهر الفرق؟ حركة U، حركة U فلا تنطق الحركة، يعني لا يمكن أن أبين أنها مذكر أو مؤنث. إذا هذه هي القاعدة الأولى. أهلا يا فاطمة. هل كل كلمة تنتهي بأو تكون مؤنثة؟ سنرى ذلك الهيثم، سنرى ذلك عندما نرى كل القواعد. إذا نشوف القاعدة الثانية، وهذا هو الجواب على سؤالك يا هيثم. أن نون كي سو تيرمين باغ أن أو، كلمات مذكرة وتنتهي بأو، يعني هي أصلا الكلمة تنتهي بأو. وماسكولان في المذكر. أن نون كي سو تيرمين يعني اسم ينتهي، الذي ينتهي، كي تعني الذي، سو تيرمين ينتهي، باغ أن أو وماسكولان الذي ينتهي بحرف الأو في المذكر. غست أن فاريابل أو فيمينا يعني يبقى بدون تغيير في المؤنث، يعني أنه تكتب الكلمة مذكر ومؤنث. كيف أعرف أن الكلمة مذكر أو أنها مؤنث؟ فقط بالارتيكل، يعني سي لو ديتيرمينون، يعني الارتيكل أو الكلمة التي تبين جنس الاسم هي التي تحدد هل هو مذكر أو مؤنث. كي أنديك لو جونغ، هي التي تعلن عن لو جونغ. لو جونغ يعني جنس الكلمة. إكزامبل، مثال، كاماراد، كاماراد رفيق. وعندما أقول رفيقة أقول أون كاماراد، أون كاماراد، وتكتب بنفس الطريقة، يعني الكلمة رفيق رفيقة، أن كاماراد رفيق، أون كاماراد رفيقة، لا ليس صاحب يا أمولة، كاماراد رفيق فقط وليس صاحب. الصاحب هو لامي، لامي يعني الصديق. كذلك كلمة سكرتير، سكرتير اللي هو السكرتير الكاتب. ان سكرتير الكاتب او كاتب. ان سكرتير كاتبة، ان سكرتير كاتبة.
وتكتب بنفس الطريقة، تنتهي بالأو. فقط الأ أو الأون هو الذي يحدد جنس الكلمة. كذلك بالنسبة لكلمة سكرتير، يعني كاتب، المدير يكون عنده كاتبة أو يكون عنده كاتب، مفهوم؟ نعم. إذن أن لاف أن لاف أن لاف أن لاف تلميذ أن لاف تلميذة أن لاف تكتب. لا، ليست فقط هذه الكلمة، الكلمات، هناك كلمات أخرى، هناك كلمات أخرى. أنا أعطيتكم بعض الأمثلة فقط. عندما يكون الكلمة مثلا تنتسلا في اللغة في المذكر، فهي لا تتغير في المؤنث. الارتيكل هو الذي يحدد جنس الاسم، هل هو مذكر أو مؤنث. إذا رأينا الآن قاعدتين. القاعدة الأولى أن الاسم المذكر أضيف له أ فيصبح مؤنث، والقاعدة الثانية أن الاسم المذكر الذي ينتهي بالأ فإن المؤنث يكون كذلك بنفس الطريقة، ينتهي بالأ لا يتغير، فقط الارتيكل هو الذي يحدد جنسه، هل هو فيمينا أو ماسكولا. اكسبسيون، ولكن هناك استثناء، يعني كلمات تنتهي بأ ولكن تتغير. الاستثناء هي كلمات معدودة، هي كلمات معدودة، منها كلمة برانس، برانس أمير، برانس أمير. المؤنث يكون في هذه الحالة بإضافة اس او دوز اس او. إذا أقول une princesse، une princesse أميرة، un prince، une princesse، un maître، une un maître يعني سيد أو معلم، une maîtresse معلمة، un maître معلم، une maîtresse معلمة. كذلك un nom masculin qui se termine par heure، هذا القاعدة الثالثة، قاعدة الثالثة un nom masculin qui se termine par heure. un féminin en euse، يعني أن الاسم المذكر الذي ينتهي في الأخير ب heure E-U-R يكون مؤنثه en euse، يعني يكون يتحول إلى euse في النهاية. مثلا مثال un vendeur، un vendeur يعني بائع، une vendeuse بائعة، une vendeuse بائعة، un danseur راقص، une danseuse راقصة، un danseur راقص، une danseuse راقصة. كذلك بالنسبة coiffeur coiffeuse، coiffeur حلاق، une coiffeuse حلاق، وهكذا. هذه القاعدة الثالثة، يعني قاعدة سي. الآن القاعدة دي، un nom masculin qui se termine par teur، un féminin en trice ou teuse، يعني أن الكلمة المذكر الذي ينتهي بتر ت او يو ار يكون مؤنثه إما تريس تريس ت ر اي سي او تريس توز، وسنرى مثال ذلك. اكزامبل ان اكتر، ان اكتر ممثل، ان اكتريس، ان اكتريس ممثلة،
un animateur, monachet, une animatrice, monacheta. Un animateur, monachet, une animatrice, monacheta. Un chanteur, morani, au monchit, une chanteuse, morania, au monchida. Un menteur, kadib, une menteuse, kadiba. فهذه الكلمات هي في الأصل لابد من الإنسان يتعلمها ويحفظها مع الاستعمال المتكرر، فيتعلم أن هذه الكلمة مذكرة، ما هي مؤنثها كذا. الآن نمر إلى القاعدة أو، يعني القاعدة أظن الرابعة أو الخامسة، هذه الرابعة. Un nom masculin qui se termine par i. On a un féminin en ien. Ia en ien. Donc, un nom masculin qui se termine par ia. Yani, ism mudakkar yantahi bi ia. I-E-N. A un féminin en ien. Yakun andu al féminin. المؤنث بتاعه بين مع ازدواج الان، يعني تضوب الان مرتين، تكرر مرتين. ف اكزامبل يعني مثال او امثله. ان غارديان حارس، ان غارديان حارسه. ان اوروبيان اوروبي، إن أوروبيان أوروبية. المثال الآخر، ليس مثال بل قاعدة أخرى. أن ماسكولان كي سو تيرمين باغ إي إي أو آر. أن فيمينان أون إيير إيير. مثال على ذلك. أن بوشي، أن بوشي هو الجزار. Une bouchère, al-jassara. Un écolier, yani tilmide. Hein? Une écolière, tilmida. Une écolière, tilmida. Yani, la titadhab, l'école, la titadhab, l'madrasa. On a qaïda okhra. Un masculin qui se termine par on, on. Masculin, yantahi, se termine, alladhi yantahi, bi, on, o n, a un féminin, en on, endo, mu'annas, bi, on, ma'a, takrir, l'an, marratain, wanara, mithal, ala dalik, un baron, une baronne, un baron, wa al-baron, البارون، وهذا لقب من ألقاب النبلاء. إن بارون، بارونة. أن ليون، أسد. إن ليون، لبؤة. ليون، أسد. إن ليون، لبؤة. قاعدة أخرى. أن ماسكولان كي سو تيرمين باغ إل، أو إل. A un féminin en L avec deux L, E. يعني بتكرار ال L وإضافة ال E à la fin. في الآخر مثلا un criminel, une criminelle. يعني مجرم, un criminel, une criminelle, مجرمة. كذلك هناك قاعدة أخرى. Un masculin qui se termine par et et a un féminin en et a tikrar t. Alors مثلاً un cadet, une cadette. Al cadet هو الأخ الثاني الذي يأتي يعني يولد في
مرتبة ثانية يعني الأخ الأكبر نسميه ليني والثاني نسميه لو كادي. لو كادي الأوسط يعني. وإن كادت هي الأخت الوسطى. القاعدة الأخرى un masculin qui se termine par X الذي ينتهي à un féminin en se SE يكون كيف يكتب الأخ الأول؟ نعم سأكتبها فيما بعد يا أمولة، أنتهي أولا من الشرح. إذا مثلا أقول إبو يعني زوج، إبو إبوز زوجة، إبوز زوجة، وترون أن الإكس غيرتها وعملت إس أو. Un masculin, وهذه قاعدة أخرى، un masculin qui se termine par F، ينتهي F، à un féminin en V، يعني المؤنث بتاعته يكون ب V E، V. Alors exemple، un veuf، يعني أرمل، une veuve، une veuve، أرملة. Un sportif، رياضي، une sportive رياضية. ونرى الآن هناك certains masculins ont un féminin totalement différent. يعني هناك بعض المذكر الذي عنده مؤنث مختلف تماما عن المذكر، يعني ليس هناك قاعدة كيف مثل ما رأينا يعني آخر نزيد أو نكرر الحرف الأخير أو شيء من هذا القبيل، لا، فالمؤنث هو شكل آخر عنه. مثلا أن غارسون، سيجمنت راحة، لما ننتهي من هذه القاعدة سنرتاح يا وليد. أن غارسون أون في، لاحظوا أنا لا علاقة ما بين المذكر والمؤنث في الكتابة، فعندما أقول ولد أقول أن غارسون، وعندما أقول بنت أقول أون في. أن مسيو، أن مسيو سيد، أون دام سيدة. أن نوم رجل، أون فام امرأة. أن فيس ابن، أون في بنت. أن بير والد، أون مير أم أو والدة. أن فرير أخ، أون سور أخت. أن كوبا صديق، أون كوبين صديقة. أن نوفو اللي هو ابن الأخت أو ابن الأخ. أون نياس التي هي ابن الأخت أو ابن الأخ. أن أونكل عم، أون تانت عمة أو خالة. أن أونكل خال أو عم، أون تانت عمة أو خالة. أن بوف هو ثور، الثور. أون فاش بقرة، أن بوف ثور، أون فاش بقرة. أن شيفال حصان، أون جومو فرسة. Un roi malik, une reine malika. Un mouton hamel ou kharouf, une brebis chat. Un coq dik, une poule dajaja. إذن هذا هو بالنسبة لهذه القاعدة التي تقول على أن الأسماء في بعض الأسماء المذكرة التي تختلف تماما عن الأسماء المؤنثة. قاعدة أخرى certains noms ont le même radical mais des terminaisons différentes، يعني أن هناك بعض الكلمات عند أصل الكلمة هو نفسه لكن النهاية الكلمة تكون مختلفة. مثلا بالنسبة لكلمة un héros، un héros بطل. une
إيغوين بطلة، إن إيغوين. ولاحظوا أن الأصل إيغو إيغو موجودة، لكن في النهاية تغيرت النهاية تماما. هنا في المذكر عندي أس، وهنا في المؤنث عندي إن. كذلك بالنسبة للمذكر أن كومباني، أن كومباني صديق أو مرافق، أن كومبانيون، أن كومبانيون باردون مرافق، أن كومبانيون، وسنتهي بأن. ولكن بالنسبة للمؤنث أقول أن كومباني مرافقة أو صاحبة، مرافقة أن كومباني. ولاحظوا نهاية هو نفس المصدر أو نفس أصل الكلمة، لكن النهاية تختلف. يعني القاعدة الأخيرة certains noms n'existent qu'au masculin. يعني في كلمات لا توجد إلا في المذكر. Ils sont employés tels quels au féminin. يعني أنني أستعملهم كيف ما هما، يعني دون تغيير في المؤنث. Ce sont souvent des noms de profession. يعني هذه الكلمات هي في الأغلب دي نو، أسماء دو بروفيسيون، يعني أعمال أو وظائف، أسماء وظائف. مثلا أن مينيستر وزير، أن مينيستر في الفرنسية لا أقول ليس هناك مؤنث لمينيستر، مينيستر هي مذكر فقط. أن موتور كاتب كذلك هي في المذكر، والمؤنث نقول أن أوتور. أن إكريفان كذلك نقول كاتب بالنسبة للمؤنث والمذكر. أن أوتور، أن إكريفان، أن إنجينيور مهندس، أن إنجينيور ومهندسة هي نفسها. أن سكولتور ناحت، أن سكولتور ناحتة. أن مير عمدة، أن مير عمدة كذلك بالنسبة للمرأة. Un peintre rassam ou un peintre rassama. Un professeur oustad, un professeur oustada. Un médecin tabiba. Un juge qadi et un juge qadia. نفس الكلمة تستعمل في المذكر فقط، لكنها يمكن أن تعني شخص مؤنث. هذا هو إذن بالنسبة لمؤنث الأسماء. عندنا قواعد كثيرة. نعم، بعض الأسماء ليس لها جنس المؤنث. نعم، الكاف كاتس لا صغير، القاب ليست القاب بل إنها مهن. بالنسبة للمهن بالنسبة للمهنة تدل في أغلب الأحيان على المهنة. الله يبارك فيكم يا رضيا. ليست أول محاضرة، هي المحاضرة الرابعة. ستبين بين، يعني كيف أبين، كيف أفرق، ماذا قلت، أميز بين المذكر والمؤنث بالحفظ. نعم، أنت ستتعلم ذلك مع الممارسة. تعرف مثلا هذه الكلمة تعني مذكر، وإحنا بسم الأختيكل هو الذي يعطيني بالضبط جنس الكلمة، إلا في الكلمات الموجودة في المذكر فقط، هي دائما تجدها في المذكر، فهذا لا ليس فيها تغيير. أما بالنسبة للكلمات الأخرى فهنا هناك طبيعة الحال الأرتيكل هو الذي يحدد المذكر والمؤنث، وكذلك نهاية الكلمة عندما تتغير من المذكر إلى المؤنث. إذن
أتمنى أن تكونوا قد يعني فهمتم وأن تقوموا بالتمرين، يعني حاولوا التدريب على التمرين. هي هذه الدروس هي مسألة حفظ الكلمات فقط، يعني وإن كانت هناك قواعد فلا بد من حفظ الكلمات والرجوع دائما إلى اللغة لكي نتمكن من معرفة أجناس الاسم. وإذا أرجو أنكم تعملوا التمارين، وفي المرة المقبلة إن شاء الله سنقوم بتصحيح التمرين ونمر إلى درس آخر اللي هو أظن لو فيمينان دي زادجكتيف، يعني مؤنث النعوت. إذا أشكركم أنا أيضا على يعني انتباهكم. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. أتمنى لكم أمسية سعيدة et je vous souhaite aussi une bonne nuit. وأتمنى لكم أيضا ليلة سعيدة. Au revoir et à vendredi prochain, Inch'Allah.